أن يوظف أكثر الناس احتكاكاً بالمواطنين. ومنكم يبدأ كل عمل وعندكم ينتهي أيضاً العمل. فلقينا من الواجب أن نتواصل، والمسألة مش محاضرات تلقى على مسامح حضراتكم، ولا أن احنا بنفرض وصايا عليكم أو نقول ما ليس لكم به علم، لا، أنتم الحمد لله يعني نتعشم أن يكون العلم لديكم أكثر مما نتصور، لكن هو الفكرة من خلال عمل الكسب غير المشروع لقينا بعض المسائل محتاجة أن نلقي عليها الضوء. طيب نلقي الضوء مع مين؟ نبدأ زي ما بقول بحضراتكم باعتباركم أنتم أكثر اتصالاً واتساقاً مع المواطنين، وناخد وندي مع بعض، يعني نشوف حضرتك شايف إيه؟ أنا ممكن أتفاعل معاك إيه؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم أن المسألة تأتي في إطار الوقاية والمنع، يعني كيف نمنع الجريمة؟ منع الجريمة أيا كان صورة هذه الجريمة، والكسب المشروع يعني بجريمة الكسب غير المشروع، فهو جريمة من جرائم القانون 62/75 شأنها شأن الجرائم التي تتعلق بأعمال الموظف العام في قانون العقوبات وبالذات الباب الرابع. أنا مش عايز أدخل في تفاصيل عشان ما نتوهش من بعض، لكن بأركز على الغاية اللي كانت فعلا دعتنا إلى دعوة حضراتكم. وبالنيابة عن حضراتكم اسمحوا لي برضو إن أنا أشكر معالي الوزير محفوظ بالصابر وزير العدل، لأنه تلقى هذه الرؤى ووجدت عنده ترحاب كبير جدا، كما تلقاه أيضا السيد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية. ولولا جهد هذا الرجل ما كانتش هذه الوجوه نظرة قد شوهدت من ناحية نعم. وأنتم طبعا تفاعلتوا مع الأمر تفاعل صح. وأنتم النواة الأولى زي ما بقول باعتباركم ممثلين عن القطاعات المختلفة، لأن قلنا كل فئة من خلال المحافظات المفروض تبقى ممثلة عشان تنقل اللي احنا بنقوله. لأني برضو الملاحظ أنه الرئيس، أي رئيس في أي عمل يعني، إن غابت عنه فطنته وقدرته على الأداء فبيفقد كثير مما هو مطلوب، وبالتالي يهون في نظر المرؤوس، ومن هنا تنشأ المفسدة، إما أنه ليس باستطاعته أن يحكم أمره وأمر العمل الذي يناط به أو يناط به، وإما أن تكون المسألة هو في غفلة. فبطبيعة الحال وأنتم قادة وسطى كما علمتش حضرتك، وقادة وسطى برضه ولا إيه؟ أيوة. لأنه